اسمي ندى وعندي 27 سنة ووزني يعني حوالي 120 كيلو. أنا سمعت عن دكتور كريم صبري من ناس كتير وشوفته في التلفزيون، وناس كتير بتشكر أنه يعني دكتور شاطر جدا، ومحدش بصراحة اشتكى من العملية خالص، وده اللي طمني يعني أن أنا هعمل تكميم إن شاء الله النهاردة. بقالي 10 سنين تقريبا وبنزل وبطلع، فموضوع بالنسبة لي بقى أزمة يعني. فبإذن الله هعمل العملية النهاردة مع دكتور كريم صبري وإن شاء الله خير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري، هشرح لكم شوية حاجات عن تكميم المعدة في الأوزان اللي هي مش عالية، يعني الأوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 250، الحاجات دي احنا بنعملها دايما، لكن في فئة من الأوزان وفئة من الأعمار المفروض احنا نتكلم عليها برضو، اللي هي الأوزان اللي هي ما بين 110 120 130. الأوزان طبعا احنا يعني دي من الناس أو الفئات اللي هي مصابة بالسمنة المفرطة، ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا نزول الوزن. خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجه سنيه كبيره او درجه وزن عاليه قوي عشان نعمل عمليات تحويل مسار او تكميم معده، لا، يعني طالما الوزن او كتله الجسم زاد عن 35 وابتدينا نشتكي من مضاعفات للسمنه، المفروض ان احنا ناخد خطوه فعليه لعلاج السمنه المفرطه. احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات، او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكليتس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق. الناس اللي هم ما عندهمش سكر، يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين، يمكن نفكر بقى في تحويل مسار في الناس دول. الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة، بتزود نسبة الجوع شوية، لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين. الجزء المعده اللي احنا بنشيله او بنصغر بيه حجم المعده بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي، وبالتالي بنشبع عند وجبه صغيره، ما بنجوعش على فترات كبيره، وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد. تكميم المعدة هي عملية بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة أقل من 12 ساعة ما بعد إجراء العملية. يمكن المنظار بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا الطبيعي او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقه طبعا عمليه تكميم المعده من العمليات السهله، ممكن احنا بنحبها كمان في السن الصغير، الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فتره كبيره بنعمل لهم تكميم اكتر من تحويل، وخصوصا في السن الصغير، الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بدايه العمر، ممكن كمان ده بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق سن 60 سنه، ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او يبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العملية. وبالتالي تكميم المعدة هي من العمليات اللي هي الناجحة جدا في انقاص الوزن، والجميلة والفعالة والسهلة كمان في اقامتها، ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد اجراء العملية. هنطمنكم على الاستاذة ندى بعد العملية ان شاء الله، وبالتوفيق باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري. الحقيقه طبعا ان دي عمليه تكميم معده. تكميم معده دي عمليه بسيطه بتجرى بالمنظار زي ما انتم شايفين خلال فتحات صغيره. احنا دلوقتي بنفصل الدهون عن المعده، الدهون دي طبعا بالاله اللي هي بنيكو بيها، دي طبعا الترا بايبولر، يعني اللي هي الليجاشور. طبعا في حاجات الترسون كويفز اللي هي الهارمونيك. طبعا احنا بنفصل المعده عن الدهون اللي هي محاطه بيها بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، طريقه سيمبل جدا. طبعا الأجهزة دي لازم تكون متطورة شوية عشان تقلل فرصة النزيف ما بعد العملية. بنفصل الدهون عن المعدة، ويعني الدهون اللي هي ما بين المعدة والقولون، الدهون ما بين المعدة والطحال زي ما احنا شايفين، وأي التصاقات حواليها لازم نفكها كويس، بحيث ان احنا قبة المعدة نفسها ما تبقاش لسه فيها أجزاء باقية، وبالتالي المريض بيزيد في الوزن ما بعد اجراء العمليه. بيبتدي يسال طبعا انا ما بخسش ليه، وتلاقي المعده بتاعته لسه ستيل كبيره ويعني متسابه، اللي هو الجزء اللي احنا بنسلك فيه ده اسمه قبه المعده. اي التصاقات طبعا حوالين المعده بنفكها، عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب في التواء المعده زي ما احنا شايفين كده،
المعدة تماما متسلكة كويس قوي زي ما احنا شايفين اهو كده. انتهت مرحلة التسليك، لان احنا بنوصل لعضلة اللي هي بتقفل بوابة المعدة السفلى السفلية اللي هي دي، بنسلك لحدها اهو زي ما احنا شايفين دي البوابة. طبعا في اثناء التدبيس لازم ناخد في وجه الاعتبار ان احنا ما نضيقش المعدة زيادة عن اللزوم او نسيبها واسعة زيادة عن اللزوم. طبعا اثناء التدبيس المفروض ان احنا ما نمسكش مساحة واسعة او ناخد مساحة اكتر من الطبيعي بحيث المعدة ما يكونش فيها اي نوع من الضيق، او وده ممكن يسبب العيان طبعا نوع من الترجيع ما بعد العملية او نوع من المشاكل. طبعا البوجي موجود، احنا لما بندوس الدباسة او بنضرب الدباسة بتبتدي هي بتدبس ثلاث صفوف يمين وثلاثة شمال، و في سكينة في الوسط ما بين الدبابيس زي المنظر اللي احنا شايفينه. ممكن داخل البوجي شوية، طبعا على البوجي اختاروا ايه او الكاليبريشن تيوب اطلع فوق، ما نسيبش جزء خلفي خلف المعدة. طبعا ده يبقى بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العملية. المعدة زي ما انتم شايفين كده طالعة زي ال شيب اهو زي حرف ال. بعد كده بنجهز بقى اختبار التسريب، فاضل كده مسافة دبوس واحد وبعد كده نجهز اختبار التسريب. بعد شوية ممكن بقى نعمل اختبار تسريب، نرجع بالبوجي. هنلاحظ بقى اختبار التسريب احنا بنحط الدبابيس تحت ضغط جامد، المعدة دلوقتي منفوخة لدرجة كبيرة تمام، عاملة زي البالونة احنا قافلينها اهو، عاملة زي البالونة بحيث انها تبقى ضغط على الدبابيس. طبعا الدباسات طالعة ستريت، مفيش دبوس يمين ودبوس شمال بحيث ما يحصلش فيه التواء، عاملة زي الخيراية كده زي صباع الموز زي ما احنا شايفين، حجم صغير جدا ستريت. وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف، بنعلي الضغط شوية وبناخد طبقة زيادة دهون فوق المعدة بحيث ان هي بقى تقلل فرصة وجود نزيف او وجود اي مضاعفات ما بعد العملية. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ندى وعندي 27 سنة، وزني كان 120 كيلو، وعملت تكميم والحمد لله يعني فقت بعد ساعتين ثلاثة كده، بس ما حسيتش بالوقت خالص. يعني أول ما دخلت عملت العملية وفقت ما حسيتش بوقت العملية ولا بأي تعب، وتمشيت بعد العملية على طول، وكل شوية لازم أتمشى، والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا، يعني غير كل المخاوف اللي أنا كنت متوقعها بصراحة يعني. والدكتور كريم بصراحة دكتور محترم جدا، هو التيم بتاعه وانا بشكرهم، دكتور سمير ودكتور محمد واسراء اسيستنت بتاع الدكتور كريم، والله يعني بجد ناس ذوق جدا وناس محترمة والمكان جميل ونظيف، وانا بنصح الناس كلها انها تعمل تكميم بصراحة، يعني العملية سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامتك يا ندى. والحقيقه طبعا تكميم المعده ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى اعاده يعني الاعاده للعمل او الاعاده للحياه او الريهابيليتيشن ما بعد العمليه. حقيقة طبعا السيكو اللي حاصل ان احنا ما بعد العمليه بنقدر ان احنا نتمشى بعدها بساعتين ثلاثه بتلاقينا بنتحرك بصوره طبيعيه، بيكون يعني يمكن سهل وسريع ما بعد العمليه. احنا يمكن السيكل اللي حصل ما بعد العمليه بساعتين او ثلاثه بنبتدي نتحرك بنشرب 6 ساعات، تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعيه، بنقعد يوم في البيت، ولو عايزين ننزل شغلنا ما بعد العمليه. عمليه تكميم المعده هي عمليه قائمه على ان هي بتقلل حجم المعده الى جزء يعني اقل من الطبيعي عشان احنا بنبتدي نشبع بسرعه ما بنجوعش على فترات كبيره. عمليه التكميم طبعا هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيرة، إقامة يوم واحد في المستشفى. ما بعد إجراء العملية نزول الوزن بيبقى تدريجي وصورة صحية سليمة، ويعني طبعا هي تكميم المعدة من العمليات الخفيفة يعني والقوية في إنقاص الوزن. والحقيقة طبعا نزول الوزن ما بعد العملية بيبقى نزول صحي سليم مؤكد، لأنها بتخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نشبع، وأثناء الوجبة الواحدة يعني الشبع بيكون اقل شويه، يعني بنحاول ان احنا ناكل كميه كبيره بدون ما نحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كميه كافيه. عمليه تكميم المعده بتقوم على تقليل حجم المعده الى جزء صغير بنبتدي بناكل فيه، بنشبع بسرعه، ما بنجوعش الا على فترات كبيره. الحقيقه طبعا ان
كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعده بنتخلص منه، وبالتالي بنشبع بسرعه، وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ومؤكد ان شاء الله. مساء الخير، مساء الفل على عيون مشاهدين اتغير مع يومنا، حلقة جديدة وعندنا أكتر من فقرة النهاردة. يمكن لو سألنا أي حد مثلا سيدة أو رجل، إيه أكتر حاجة مضايقاك في شكلك يعني، أو في، هيقولك شعري عندي مشاكل فظيعة فيه. ولو يعني ما عندكش مشكلة دلوقتي، أكيد أنت مريت بمشكلة قبل كده. فالشعر ده من اكتر الحاجات اللي بتعمل لنا مشكله نفسيه كده وبتضايقنا بشكل كبير جدا، وما بنبقاش عارفين نتصرف فيه ازاي، وبنوصل لمرحله اللي هو لا خلاص يأس بقى، احنا مش عارفين نعمل ايه، انا مش عارف اوقف التساقط، مش عارف شعري ما بيطولش، مش عارف اعالج الشعر الخفيف، شعري هايش، شعري مجعد. مشاكل كتير جدا مختلفه للشعر، كلها ان شاء الله هتتعالج من خلال المنتج اللي هنتكلم عنه في فقرتنا دي، ساينو ماسي هير، وانا بعتبره من اقوى مستحضرات العنايه بالشعر وتجميل الشعر على مستوى العالم. هنعرف عنه معلومات اكتر النهارده مع ضيفتي العزيزه دكتوره ان امحاوي، المدير الطبي لساينو ماسي هير. اهلا يا دكتوره ان، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. يعني على مدار عمرنا اكيد بنمر بمشاكل في الشعر غير عاديه، اكيد سيدات ورجال، على فكره مش السيدات بس دلوقتي اللي بقوا بيمروا بالمشاكل دي، الرجال كمان فيهم نسبه كبيره جدا. ساينو ماسي هير يعني طفره، عمل طفره في في علاج الشعر في فعلا. كل حاجه صحيح، انت بتتكلمي فعلا صح ان هو عمل طفره، لانه من اقوى منتجات في العالم بسبب التركيبه بتاعته والمواد الفعاله اللي احنا حطيناها فيه بنسب متوازنه عشان تديكي احسن افكت وتديكي نتيجه سريعه وما يبقاش فيه اي سايد افكت من العلاج. هو علاجي. علاجي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شعري بيقع زي ما انت اشتكي، يعني قلتي كده دلوقتي في الاول ان شعري بيقع، الناس بتشتكي ان شعري بيقع بطوله، انه مقصف، انه هايش، انه تالف، ان انا بعد ما صبغته او فردته شعري بقى عارفه بيقولك ما فيهوش حيويه وواقف كده. بالظبط. طب انا هحل يعني هحل كل فجأة زي. يعني في ناس تقولك ايه ده كان كويس فجأة شعري بقى بيقع، فجأة ما بيطولش. صحيح، فيها تقول لك انا قصيت شعري وما طولش. طب يعني ايه قصيت شعرك ما طولش؟ طب انا باكل خضار وفاكهه كتير جدا وفي نفس الوقت انا شعري ما اتحسنش. لا، تعالي اقول لك انت شعرك ما اتحسنش ليه، انت عملتي حاجات كتير جدا تضره، بلس ان انت الاكل اللي انت بتاكليه طبعا فيه غذاء وفيه فيتامينز، بس انت جسمك كله بياخد بيتوزع على كل الاورجنز، فانت اللي وصل لك لشعرك حاجه صغيره قد كده. فانا جبت لك منتج ساينو ماسي هير 200 مللي، الابلكيشن بتاعه سهل جدا، ان انت بتسبراي بتحطيه على الشعر. في مميزات كتير قوي، ان انت اولا السهوله في الابلكيشن، انت بتحطيه حاجه سهله، تحطيه بالليل على فروه الراس سبراي، ما فيش لا قلم ولا في اقراص بتاخديها تدخلك، يعني في اقراص علشان تقوي الشعر وتطول الشعر والكلام ده كله. طلع ليها سايد افكت انها بتوطي الضغط. حاجه تانية انها بتزود ال HCL اللي هي الافراز العصاره في المعده. بالظبط. في حاجات تانية بتبوظ الانزيمات بتاعه الكبد، وفي حاجه بتجيب مثلا امساك، في حاجات معينه يعني ده انا دلوقتي اخدت سايد افكت عالي قوي. طب انا ليه ما اخدش حاجه افكتيف وفيها جميع، وبعدين هي دايركت على الموضوع، دايركت يعني داخله على طول على الموضوع. بالظبط، مديكي فيتامين A و C و E و H و B، وده غير البانثينول والوفيرا، ومدياكي جينسنج، يعني هو فيه مكونات كتيره، في مكونات كتير جدا وكلها فعاله وسريعه. واهم حاجه ساو بالميت، واهم حاجه يعني ستوب هير لوس، ان انت بتوقفي، ده اول اكشن عندنا من 6 اكشنز، ان انت ستوب هير لوس، ان انت بتوقفي تساقط الشعر. بالظبط، اول حاجه احنا عايزينها عشان الانهيار العصبي اللي احنا بنشوفه. انا شعري بيقع، هو انهيار بجد،
مليار بجد طبع. يعني ده اكيد الموضوع مزعج جدا طبيعي طبعا. فالشعر طب انا امتى ابدا احس انه في نتيجه ان شعري ما بقاش يقع؟ احنا قلنا ان هو سريع. سريع يعني ايه؟ انت عندك من اول اسبوع، اول اسبوع بتلاحظي ان الشعر وقف تماما عن السقوط. بعد كده تاني اسبوع، تالت اسبوع بتلاقي الاماكن الفارغه اللي هي حصل لها صلع نتيجه عن استعمالات غلط، او ام شدت لبنتها الحته دي نحلت، او في ناس بتشد شعرها غصب عنهم حركه لا اراديه كده، يروحوا شادين شعرايا بالبصيله تلاقي حته بيضه كده، ده البصيله. طيب انقذه ازاي؟ انقذه في ساينوماسي هير. ابدا ارش عليه من تاني اسبوع، تالت اسبوع بتلاقي البيبي هير طلع. ليه؟ بيبي هير ده الشعر الصغير. بالظبط، احنا كنا قلنا قبل كده هو بشره خير لو بشرة انت فاكره. بالظبط كده. تعرفوا ان المنتج كويس لما تستخدموه، اولا الشعر يقف بطل ما يقعش، تاني حاجه البيبي هير الشعر الصغير ده يبدا في النمو، فدي حاجه كويسه. بالظبط، بينمو ليه؟ علشان انا عندي مواد فعاله بتخلي فروه الراس يوصل لها دم بكميه كبيره قوي. وانس ان انت وصلتي له دم واديتي له فيتامينز وغذاء واحماض امينيه وبروتين. بروتين ازاي؟ ان هو فيه بايوتين. بايوتين ده المصنع الاساسي للكيراتين اللي هو البروتين بتاع الشعرايه. فانت زودتي دوره دمويه، خليتي بسبب فيتامين A و C و E والاتش والزنك اللي في الالوفيرا بيعمل ايه؟ بيخلي الخلايا تنقسم، خلايا فروه الراس تنقسم. معنى انقسمت ان انت فروه راسك صحيه جدا، بيطلع البصيلات بتبقى قويه، بلس ان الكافيين عندي بيقوي برضو البصيلات. بيقويها ازاي؟ بيحفز الدوره الدمويه وبيمد في عمر الشعرايه ل 33%، وبيخلي البصيلات اللي هي بدات مثلا انت شدتيها هتطلع مكانها، بس هتطلع واحده اضعف. مش هتطلع بسرعه. بالظبط كده، هتعذبني. هتعذبك جدا، والمظهر يعني مش مظبوط، هتبقي متضايقه مش عارفه تعملي ايه في الحته الفاضيه. طيب بيعمل ايه؟ بيخلي البصيلات الان اكتف دي بيخليها اكتف، بتبدا تصحصح. صحصح يعني ايه؟ خلاص صحصحت وطلعت بدل الشعرايه شعرتين وثلاثه في نفس يعني البصيلة. انا ممكن في البصيله الواحده تطلع شعرتين او ثلاثه. وده بيجي هنا الاكشن الثالث اللي هو بنقول ان هو بيدي فوليوم، بيحصل فوليوم، ان شعري بيبقى كثيف. طب كثيف ازاي؟ باللي انا قلته لك ده. ميزه يعني من المميزات الثانيه. هو مختلف كمان انه يطلع شعرتين في البصيله دي مختلفه. ما هو طبعا يعني دي ميزه، ده ميزه قوية خطيره جدا. مين مش عايز يبقى شعره صحي ولامع وتقيل؟ ده اهم حاجه، انا عايز شعري طويل وتقيل. مش مهم بقى كلنا. مش مهم عايز يطول ويتقل. بالظبط. فلا انا بديكي بقى منتج فيه كل الكلام ده، بلس ان انا مدياكي فيه الوفيرا. الوفيرا ده لو رجعنا لزمان قوي قدماء المصريين هتلاقي في البرديات والحاجات دي والحيطان بتاعه المعابد، المعابد الصبار. تعرف يعني ايه القدماء المصريين بيهتموا بجمالهم وبشعرهم؟ طبعا. فالالوفيرا ده حاجه اساسيه، بس ان هو انتي بكتيريال، يعني مفيش بكتيريا هتيجي في فروه راسك. مفيش قشره، طبعا قشره دي مظهر غير حضاري بالمره، وبعدين بتوقع الشعر كمان. بالظبط، غير هو مظهر حضاري، هو عدو جدا للبشر، لفروه الراس وللشعر. فانتي دلوقتي انا مدياكي حاجات انتي انفلاماتوري وانتي بكتيريال، فانتي مدياكي فروه راس نظيفه تحسي فيها كل سنسيشن، يعني ايه؟ تحسي ان انت فريش، شعرك صحي. هو اهم حاجه انه مع الاستخدام هيمنع سقوط الشعر وهينمي الشعر وهينمي الشعر ويتقله. بالظبط، هو ده اللي احنا عاوزينه. لا، في اكتر كمان. احنا بنتكلم على التقصيف واللمعان والشعر بقى ده كله. احنا دلوقتي غذينا الجذور. طيب الشعر كله، مش عايزه اجي ابقى انا حلوه من هنا وهنا شعري مقصف او ما بيلمعش. لا، انا مدياكي ايه؟ مدياكي جينسنج، مدياكي الوفيرا، مدياكي بانسينول، جليسرين. بيعملوا ايه؟ بيكملوا الكوتنج للشعرايه، بيعملوا لها كفر. كفر يعني بتحميها من ايه؟ اشعه شمس ضاره، من رطوبه، من كل حاجه انت ممكن تكسر لك شعرك. يعني تبقي ماشيه تلاقي انت بتسرحي كده شعرك بيتكسر. كسر ليه؟ عشان راي جدا، بيحافظ على الشعرايه. هو طول ما الشعر ناشف يتقصف على طول. طبعا دي معلومه معروفه يعني. بالظبط، الميه بتتبخر منه، او ما اتبخرتش الشعر ناشف. لا، انا عايز احافظ على الميه اللي جوه الشعرايه. يعني هو كمان هيطري الشعر؟ طبعا هيطري، وده حاجه اساسيه ان تقولي الله البنت دي شعرها هيلثي وشعرها تحس انها ايه. يعني في واحد تقول لك انا النهارده مش محتاجه احط ميك اب، انا شعري حلو. في ناس تقول لك الم شعري واحط ميك اب عشان شعرها مش حلو. تداري بحاجه بحاجه. لا، انا مش عايزه كده، انا عايزه شعرك تبداي تهتمي بيه، تبقي نازله واثقه في نفسك. طيب في ناس كتير بتتضايق من بعض المنتجات التانية لانه هي بتسيب
اثر دهني على شعرهم وما بيبقوش عاوزين كده، يعني مش كل بقى ما هيحطوا السبراي او الكريم او اي حاجه شعره. لا مش معقول، بعدين داخلين على شتاء. داخلين على شتاء، يعني انت عايزه تحطيه مثلا لحد في مدرسه، بنت في مدرسه او الولد 16 سنه هينزل مدرسه هيبرد وغسيل الشعر كتير مش صح. لا طبعا احنا ما عندناش الاثر الدهني ده خالص، بلس ان احنا المنتج بتاعنا ريحته حلوه، مش محتاجه ان انت تحطي بيرفيوم على شعرك او تبقي مكسوفه وانت نازله مثلا رايحه شغل. لا، فانا بدياكي برودكت هايل باكتف انجريدينت هايله وكلها مفيده. طيب دلوقتي ما فيش ملمس دهني، شعري بيطول، شعري لامع، ما فيش تقصيف، احنا عايزين اكتر من كده ولا اي حاجه؟ بالظبط، مش عاوزين حاجه غير كده. عملنا بجد. كل ده في ازازه سبراي 200 مللي بتقعد قد ايه يا دكتوره؟ احنا بصي احنا دلوقتي على حسب انت عايزه. مثلا عندك فراغات كتير في شعرك عايزه تحطيها الصبح وبالليل، اوكي على حسب استعمالك. احنا بنقول بالليل علشان المسام بتتفتح والكلام ده كله بيتشرب، واحنا معمول طبعا بالنانو تكنولوجي ان هو صغرنا الجزيئات بحيث انها تخترق بسهوله جدا فروه الراس وتمتص. طيب بتقعد قد ايه؟ احنا الطبيعي بتاع شعرنا لدوره حياه 3 شهور، فاحنا المفروض نستمر الثلاث شهور. حطيتيه صبح يعني نستمر عليه 3 شهور بالظبط، تستمر عليه 3 شهور، حطيتيه صبح وبالليل، حطيتيه بالليل على حسب تقييمك لشعرك. بالظبط، انت اكتر واحده عارفه تقييمك لشعرك عامل ازاي. طيب دلوقتي عايزه اتكلم، بس ما هو ممكن حد يقيم شعره ان هو مش نافع خالص يوم يدلقها. لا مش للدرجه دي. لا مش للدرجه دي، لو حد مثلا شايف ان الحته دي منحوله قوي هيرش على الحته دي بس صبح وبالليل، الباقي هيرش بالليل. تمام. عايزه اتكلم على الجينسنج. الجينسنج ده نبات موجود فين؟ في كوريا واليابان والصين. شفتي الكوريين شعرهم عامل ازاي؟ لامع كده وصين وكله هم دول. بالظبط الجزء ده ما شاء الله شعره النبات ده من 7000 سنه عندهم. عارفه لما يجي مثلا يقول لك البنت اللي بياكلوا زيت زيتون شعرهم حلو؟ هم كده. احنا بقى جبنا الجينسنج ده وحطيناه هنا. فانا عايزاكي تتاكدي ان انا شعرك هيبقى لامع قوي، فليكسابيليتي، مرن، في مرونه فعلا. طيب الناس تحصل على ساينوميس هير ازاي؟ في ارقام على الشاشه، هيتواصلوا بالمندوبين، هيتصلوا بيهم. لو جوه القاهره هيبقى يعني خلال نفس اليوم، لو بره القاهره هيبقى خلال 24 ساعه. طيب هل بيتعارض بقى مع ان انا مثلا اصبغ شعري او اعمل فرد، مع ان انا ضد حد يعمل فرد خالص؟ ان انا اروح للكوافير، ان انا لو الرجال مثلا بتحط جل، او بيتعارض مع الحاجات؟ لا هو ما بيتعارضش طبعا، هو علاج اساسي للكلام ده كله اللي احنا بوظنا بيه شعرنا. هو علاج اساسي عشان احنا قلنا هو بيعمل كفر للشعرايه، لان انت الفرد ده بتعملي ايه؟ ده صودا كاويه. صودا كاويه يعني ده بوتاس، هي صودا كاويه هي البوتاس. انت متخيله احنا عملنا ايه في شعرنا؟ فما نستخسرش بقى الوقت ونصبر على نفسنا ونحط البرودكت ونستنى وهنشوف قد ايه انت يعني هتنبهري بالنتيجه. وبعدين احنا عاوزين نوصل لمرحله اصلا احنا مش محتاجين ان احنا نروح نعمل الفرق. الحاجات دي انت اوريدي هتلاقي شعرك اتحسن، مش هتبقي عايزه تعملي سشوار ولا تعملي اي حاجه من الحاجات دي. حبيتي تغيري لون مش هيتعارض مع اي حاجه خالص، بس اهم حاجه يعني تتعاملي مع شعرك ان انت تعرفي انت حاطه ايه. حاجه مجهوله مصدر، حاجه يعني صبغه ما فيهاش امونيا مثلا، ما تصرفتلكيش الشعر، يبقاش انا بحط ساينوماس هير وبعالج واروح اكوي بالصبغه الفظيعه اللون ده. فلا لازم اعرف انا بعمل ايه كويس واحط على شعري ايه، ده كائن حي. بالظبط كده بالظبط، ولازم اختار له الحاجات اللي انا بستخدمها. طب هو بيتعارض مع انه انا مثلا استخدم اي كريم تاني، مثلا كريم عادي مثلا او سيرم او اي لا حاجه؟ لا مفيش اي يعني اي تعارض مع اي حاجه تانيه خالص. انا بقول لك انا بحط على الروتس، هو اوريدي الروتس بتشربه بتغذيلك الشعر كله، احنا قلنا هو مسام. فانا هتلاقي نفسك حتى مش محتاجه انك تحطي. ليه؟ لان هو اتشرب من فروه الراس، اتشرب للشعر كله زي ما بتسقي الزرعيه كده بتنام، يعني خلاص مش محتاجه تحطي على زرعه كله من فوق. بالظبط بالظبط، فهو انت مش هتحتاجي بعد كده تحطي سيرم او مش سيرم، انت هتلاقي شعرك بقى صحي ولامع وبيتسلك بسهوله ومفيش اي مشكله. اذا ساينوماس هير الحل الامثل لعلاج تساقط الشعر، عدم نمو الشعر، الشعر الخفيف او التالف، والرجال كمان هيكونوا مبسوطين قوي من الكلام اللي احنا قلناه النهارده ده. انا بشكرك يا دكتوره ان على وجودك معايا النهارده، ضيفتي العزيزه الدكتوره ان امحاوي. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنونا.
بونسوار. عندي تجاعيد في الجبهة وعندي تجاعيد حوالين العين وبشرتي كتير مدمرة، وأنا حد ذاتي نفسيتي كانت مدمرة كتير، وعندي خدود هيك نازلة شوي، جولين كمان رقبتي، وأنا بصراحة كتير مدمرة إنه بدي أعمل كل هالشغلات، وبدها تعمل لي خيوط تشد لي هيك بخدودي والجولين وكل هذا، وعايزة أعمل كمان قلت لي تعمل لي فيلر يعني أنا كتير مش مبسوطة ببشرتي ولا بوجهي ولا نفسيتي، كتير تعبانة. هلا حنبلش بالشغل معها إن شاء الله ونشوف، وأنا كمان خايفة يعني مثل كل واحد اللي بيروح ويسمع إنه حيحط خيوط وهيك بخاف أكيد، لأنه ما بتعرف شو هو هذا، بتكون خايف. بونسوار. أنا اللي كنت جيت للمركز نفسيتي متدمرة وما كنتش منيحة كتير، عملت بوتوكس، عملت فيلر، عملت خيوط، عملت ماسك، شلت كل الحاجات اللي كانت مضايقتني ومضايقة نفسيتي كلها راحت مني، وأنا كتير مبسوطة من هالشغل كتير كتير. بتشكر كل الناس اللي بالمركز، يعني كل الخدمة كانت أكتر ما كنت متوقعتها، يعني شو بدي أقول لكم، يعني شيء ما كنت متوقعته أنه يصير معي هيك يعني، ونفسيتي الحمد لله وأنا كتير مبسوطة. ميرسي كتير. يوميا بتبعت لي كم رسائل غير عادي بخصوص زراعة الشعر، وناس بتسألني ايه رأيك ازرع شعر، انا عندي مشكلة نفسية، انا عندي مشكلة اجتماعية، انا قلقان، انا خايف، انا عايزة اسافر برة عشان ازرع شعر. يعني انا رأيي الشخصي انه زراعة الشعر دي من اكتر المجالات في عالم التجميل اللي حصل فيها طفرة كبيرة جدا في الفترة الاخيرة. اصبحت التقنيات هايلة جدا، انا بتكلم عندنا في مصر، اصبحت الاجهزة حديثة جدا، اصبح والدكاترة عندنا كمان على درجة عالية جدا من الكفاءة في مجال زراعة الشعر، بس على شرط نختار مكان محترم نزرع فيه لزراعة الشعر، مكان تكون نتائجه بتتكلم عنه، مكان يكون ليه سمعة طيبة في المجال ده. فزراعة الشعر من أكتر الحاجات اللي ممكن تغير حياتك تماما، من شخص عنده عدم ثقة في نفسه مثلا أو عنده مشاكل مش مبسوط، لشخص متفائل جدا وسعيد وعنده شعر لطيف جدا يمكن أحسن من شعره اللي كان عنده قبل ما يصلع أو قبل ما يحصل له مشاكل في شعره. مصر دلوقتي بتتفوق على دول كتير جدا في المجال ده زي ما انا قلت، وزي ما انا قلت كمان انه بيبعتولي كتير احنا عاوزين نسافر مثلا بره تركيا مثلا عشان خاطر نزرع شعر. انا بقول لكم من هنا احنا عندنا تقنيات ووصلنا لدرجه من التكنولوجيا تفوقنا على اللي بيحصل في تركيا، وتفوقنا على الادوات اللي بيستخدموها، والنتائج عندنا مبهره جدا في مجال زراعه الشعر. احنا النهاردة هيكون معانا المركز الطبي وعيادات جولد الخاصة بزراعة الشعر، والحقيقة المركز ده متخصص في زراعة الشعر، والنتائج هنشوفها مع بعض على الشاشة من خلال الصور اللي هنستعرضها والحالات اللي احنا تبنيناها وهنصورها بنفسنا ونعرضها في البرنامج. بس انا عايز ارحب في البداية بضيفي العزيز اللي معايا النهاردة في فقرتي، دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الوجه والانف في المركز الطبي عيادات جولد. اهلا يا دكتور هشام. اهلا بيك. يعني يمكن زي ما انا قلت انه في ناس كتير ويمكن في الرسائل بتبعت لي انا عايزه اسافر ما اعرفش فين عشان اخطر ازرع شعر، انا عاوز اروح اعمل ايه، يعني انا مش عارفه هم يعني لو ركزوا شويه في الموجود هيلاقوا اللي موجود هنا افضل بكتير من النتائج بتاعت بره.
صح ولا غلط؟ صح طبعا. بصي، وزراعه الشعر كانت مقصوره على 3 دول في العالم، وكانت اشهر الدول بتعملها يعني. دلوقتي احنا بدا زراعه الشعر بدات تاخد عندنا تتطور جدا في مصر، وبدات توصل لمراحل ان هي فعلا بتدي نتائج احسن كمان من هناك. انا عايز اقول لك ان في حالات كتيره قوي احنا بنشوفها عندنا عملت زراعات بره والنتيجه مش مرضيه بالنسبه لها. لما بيجوا عندنا بنشوف ايه الديفكت اللي حصل هناك، تلاقي كثافه الشعر مش كويسه قوي، تلاقي الدايركشن بتاع الشعر مش كويس قوي. ليه؟ لان هو ما عادش هيشوفه تاني، هو بيروح يعمل الزراعه ويمشي بالظبط وبيمشي، ملوش علاقه بيه خالص. لا احنا المتابعه بالظبط، المتابعه دي اهم حاجه في عمليه زراعه الشعر على فكره. يعني اهم حاجه في عمليه زراعه الشعر المتابعه بتاعه الحاله نفسها. طيب لو انت عندك استفسار، مين اللي هيرد عليك في الاستفسار بتاعك؟ خلاص خلصت، ما انت انقطعت علاقتك بيه. بالظبط. لكن احنا الحمد لله هنا في مصر وفي المركز الطبي عيادات جولد التخصصيه بقى فعلا احنا حققنا ريت كويس جدا من النجاح في عمليات زراعه الشعر، ابتدى النتائج حلو قوي. انا عايز اقول لك ان احنا دلوقتي بنصلح الحالات اللي حصل لها مشاكل في دول تانية. احنا كان معايا واحد كان جاي من فرنسا وكان جاي يعمل شغل تاني خالص. فاول انا ما شفته قلت له انت زارع شعر فين؟ بص، يبقى في مشكله في العمليه. لما اعرف ان اللي قدامي ده زارع شعر يبقى في مشكله في العمليه. لما يبان انه زارع شعر بالزبط. يبقى كده بقى الحكايه ايه، مش لطيفه، لا في مش مشكله كده في العمليه. فعرفت انه كان زارع شعر في فرنسا كمان، مش في تركيا ولا اي حاجه، هو كان زارع شعر في فرنسا. انا عايز اقول لك ان احنا جبناه وعملنا له اعاده للزراعه، زودنا الكثافه بتاعته، كانت النتيجه مرضيه جدا بالنسبه له اكتر من اللي شافها من زراعه يعني هو بنعدل على اللي بتوع تركيا وبتوع فرنسا كمان. طيب انا عاوز اعرف في البدايه ونعرف الساده المشاهدين يعني ايه زراعه شعر. بصي، هو زراعه الشعر باختصار شديد ان احنا بنعمل اعاده توزيع للشعر على منطقه الراس كلها. يعني في مكان في صلع او في منطقه ما فيهاش شعر. وعلى فكره هو زراعه الشعر مش شرط ان هو يكون اصلع بس، لا، في ناس بيحصلهم مثلا حرق مثلا في حته معينه، في ناس بيحصلهم فقد في حته من جزء من فروه الراس نتيجه حادث او اي حاجه زي كده. لا، احنا بنعمل زراعه شعر برضو في الحاجات ديت. فهي زراعه الشعر هي اعاده لتوزيع للشعر الموجود على منطقه الراس كلها. يعني احنا بناخد البصيلات ومن المنطقه الخلفيه والمنطقه الجانبيه اللي هي اقوى مكان، بنعيد توزيعه تاني على المنطقه الفاضيه بطريقه معينه بحيث ان هي تبان طبيعيه جدا، تديكي نفس الشكل اللي انت كنتي موجوده عليه او عليه من فتره طويله. طيب انا عاوزه اشوف معايا على الشاشه صور لزراعه الشعر اللي حصلت عندكم في المركز الطبي عيادات جولد. اهو زي ما احنا شايفين. اشرح لنا بقى دكتور هشام، احنا شايفينه ده النتيجه الفظيعه دي، اشرحها لنا. بصي، اولا الشخص ده هو مواطن مصري عايش في امريكا. أوكي. كان هنا في رمضان، عملنا له عمليه زراعه الشعر. الصوره اللي انت شايفاها على نفس الناحيه اليمين دي قبل ما يعمل زراعه الشعر. كان المنطقه الاماميه طبعا شايفه هي فاضيه خالص، ما كانش فيها اي حاجه. ايوه، عملنا له عمليه زراعه الشعر. الصوره اللي على الشمال دي صورته بعد 5 شهور بالظبط. بعد 5 شهور من العمليه، يعني اللي انتوا شايفينه ده الراجل ده ما كان اهو، ده شعره قبل ما يعمل اي حاجه خالص. دي اللي انتوا شايفينها دي بعد 5 شهور من العمليه. طيب انا بقى عاوز اشوف بقى اللي الصوره اللي بعد كده لو سمحتوا. دي بعد شهر من العمليه. دي بعد، بصي الصوره اللي على الشمال ديت تبين لك الكثافه اللي احنا حطيناها بالظبط. انت لو لاحظتي ان الصوره اللي فاتت برضو في حتت لسه بيضه، في لسه فراغات. كنت لسه هسالك على الفراغات دي. لو تجيبوا لنا الصوره تاني معلش. يعني دي بعد 5 شهور هي نتيجه هايله. بس انا لسه شايفه في فراغات. لا، الفراغات دي كلها مع مرور الوقت في خلال 3 شهور هتتملي كلها، لان هي اوريدي فيها بصيلات. لو الصوره اللي فاتت رجعنا لها اللي هي بعد شهر، الاماكن دي كلها فيها بصيلات. بس هي ايوه شايفين بالضبط. فروة راس مليانه اهي. دي بعد شهر بالظبط من العمليه. اللي انا اعرفه ان الشعر بيرجع يقع وبيطلع تاني بالظبط. الشعر بعد شهر بيبتدي يقع وبعد في خلال 3 شهور يبتدي ينمو كله مره واحده. بس هو طبعا بينمو بالتدريج. فانت بتستني النتيجه في خلال من 6 لـ 8 شهور بتلاقي نتيجه هايله جدا. طيب. والصور اللي احنا شايفينها دي بقى الصوره مجمعه للحاله كلها. قبل العمليه، بعد شهر من العمليه. على فكره الصوره اللي في النص ديت كانت صوره هو في امريكا. هو واخدها لنفسه وهو في امريكا. حلو قوي. طبعا الناس بتبقى مبسوطه بالنتيجه. يعني انا يعني احنا شايفين الفرق يا جماعه، الصوره قبل عامله ازاي، وبعد شهر عامله ازاي، وبعد 5 شهور عامله ازاي. وان شاء الله نجيب صوره بعد كمان 7 شهور او 8 شهور ان شاء الله. الفراغات دي بتقول مش موجوده تماما. دي اوريدي فيها بصيلات، يعني بصيلاتها موجوده. ما هي في الصوره اللي في النص باين البصيلات فعلا مزروعه كلها.
يعني فرق بصراحه هايل جدا. وهو لو مش كان شايف نتيجه ما كانش بعت لي الصور. هو مبسوط، هو مبسوط بالنتيجه فعلا، هو مبسوط. يعني هي بتفرق، موضوع الشعر ده بيفرق. الصور اللي شايفينها معانا دي حاله خاصه بالمركز الطبي عداد جولد لزراعه الشعر، وطبعا يعني هايل يا دكتور، بالعكس ما يقلش عن اي، ده افضل مليون مره من ناس كتير انا شفتها عملت زرع بره مصر. بالزبط. افضل مليون مره، يعني دي النتيجه اللي المفروض اي حد يوصل. ده الصح، ده الصح المعمول، ده الصح. لان احنا بنتابع الحاله بعد ما بتخلص الزراعه، احنا مش بنسيبها وخلاص وتمشي تروح، لا احنا بنبتدي نعمل لها عمليات حقن بلازما وميزو هير كل شهر لغايه ما توصل للنتيجه المطلوبه. هو بالنسبه للشخص ده هو بيجي لنا كل شهرين، لانه طبعا سفر وكده، فما ينفعش ان هو يجي لنا كل شهر، بس احنا متابعين معاه على طول. وحتى ان احنا مثلا لو هو وهو هناك احنا بنقول له تاخد كذا وكذا وكذا، عشان احنا متابعين الحاله بشهر بشهر عشان ناخد النتيجه المطلوبه. طيب انا في صوره معانا ثانيه، دي بقى الفاينل النتيجه النهائيه، بس ده شخص تاني طبعا. طيب يعني انا يعني هسيبك تتكلم، يعني انا مش عارفه، ده ما كانش فيه شعر خالص واصبح نجم سينما. طبعا في لحظه، ده واحد زي ده تغيير حياته اتغيرت. يعني شوفي هو كان شكله عامل ازاي، دلوقتي بقى شكله عامل ازاي، ده بيأثر على حياته كلها. هو طبعا له كثافه ورا، يعني هي مش ظاهره في الصوره هنا. هو له كثافه ورا احنا بناخد منها، دي اللي احنا بناخد منها. لحد يفتكر ان هو مثلا دي راسه كلها بيضه وما فيهاش شعر نهائي وبقت كده، لا هو لازم يكون عنده برضو منطقه خلفيه وجانبيه بيتاخد منه. فهي دي، تشوفي هو تحول في خلال 6 شهور من واحد بيمشي في الشارع بيتقال عليه ان هو يعني مش عايز اقول ان هو مش من غير شعر، لواحد طبيعي عادي جدا بشعره عادي، بيقصه يحلقه يصبغه يستشوره كل حاجه، شعره طبيعي. هايل يا دكتور، هايل. دي يا جماعه، دي بقى مصر بقى يا جماعه، دي النتائج بتاعتنا اهو، عشان اللي بيروح معرفش فين اهو، هي النتائج هي دي. طيب دكتور هشام، مده عمليه زراعه الشعر بتقعد قد ايه تقريبا؟ هي بصي هي بتختلف طبعا من الحاله لحاله طبعا، لان احنا في حالات بتجي لنا ان هي عايزه تعمل تكثيف بس مش عايزه تزرع، هي بتزود كثافه المنطقه معينه، فدي طبعا بتاخد وقت اقل، بس هو الطبيعي بتاخد من 6 ل 8 ساعات. العيان بيخش بيتجهز قبل العمليه، بيتحلق له شعره لدرجه 1، بنبتدي نديله بنج موضعي في المكان اللي احنا هنبتدي نسحق ناخد منه الجرافتس، بنبتدي نعمل عمليه اختطاف للجرافتس ديت، وبعد كده بنبتدي نجمعها ونفصلها نشوف افضل البصيلات اللي طلعت عندنا، وبعد كده بنبتدي نزرعها في المنطقه اللي احنا هنزرع فيها. طيب بيحس باي الم مفيش ولا لا؟ مفيش الم خالص، الموضوع تماما غير مؤلم، لان هو بياخد بنج موضعي، وعلى فكره هو مش كلي، هو بياخد بنج موضعي، يعني هو بيبقى اكتف معاكي في العمليه، بيتكلم معاكي، عاوز يغير الوضعيه اللي هو فيها، عاوز يعمل حاجه، مفيش اي الم في الموضوع، ومفيش اي مشكله خالص بتحصل ان شاء الله في العمليه. يعني انتوا بتاخدوا كم شعرايه او كم بصيله؟ يعني احنا بنشتغل بالجرافت، احنا تقريبا بناخد من 2000 ل 3000 جرافت، الجرافت الواحده فيها من 2 ل 4 شعرات او 4 بصيلات، من 2 ل 4 بصيلات. يعني لو قلنا في المتوسط، في المتوسط هتوصل من 8 ل 10000. دي كميه مهوله طبعا، كتير، ده تملى الدنيا في حالها. ما هو عشان نحقق الكثافه المطلوبه. يعني بتاخده من المنطقه اللي ورا، المنطقه الخلفيه والجانبيه، الخلفيه والجانبيه كمان. بناخد المنطقه الجانبيه عشان نحقق العدد المطلوب في البصيلات. هل في اي اثار جانبيه لموضوع زراعه الشعر ده؟ نهائيا مفيش اي اثار جانبيه لعمليه زراعه الشعر، عمليه زراعه الشعر امان 100%، مفيش فيها اي مشاكل، مفيش مشاكل البنج الكلي الحاجات دي خالص. مفيش تلوث، مفيش التهابات، مفيش اي حاجه. العيان بيطلع تاني يوم بيمارس حياته الطبيعيه بدون اي مشكله خالص. في مراحل بقى، يعني زراعه الشعر دي بتمر بمراحل، بتحضروا المريض بطريقه معينه مثلا، بيبقى في حاجات بتقولوها له قبلها، في مراحل للموضوع؟ بصي هو قبلها مفيش اي حاجه خالص، احنا بس بنعمل شويه تحاليل بسيطه كده، لان دي عمليه فبنعمل شويه تحاليل لها. بعد كده العيان بيجي يحلق شعره، بنبتدي عمليه الاقتطاف، بعد كده السلكشن، وبعد كده الامبلانتيشن اللي انا بزرع الشعر في المكان اللي احنا فيه. بعد 3 ايام بيرجع لنا تاني، بنفك الضماده اللي احنا حاطينها، بنغسل له شعره بشامبو مطهر، انا مش عايز اقول طبعا اسمه، بنغسل له بشامبو مطهر، وبعد كده بيعيش حياته طبيعي جدا. هو بيستخدم الشامبو ده مرتين في الاسبوع لمده اسبوعين، وبعد كده بيبتدي يستخدم الحاجات اللي هي ما فيهاش صودا كاويه، اللي هي الشامبوات
اللطيفه اللي ما فيهاش صودا كاويه، ويعيش حياته طبيعيه جدا ما فيش اي حاجه خالص لغايه ما الشعر يبتدي يطلع معاه. يبتدي يطلع امتى بقى؟ هو بيبتدي من اول ما بيزرع بيبتدي الشعر يطلع، بس بعد شهر بيبتدي اللي اتزرع ده يبتدي يقع تاني مره تانيه. لما بيبتدي يقع بتلاقي لو كان في شعر تاني طبيعي بيطلع عادي خالص، بس اللي احنا اتزرع بيقع لمده 3 شهور، وبعد بعد كده بيبتدي يطلع مره تانيه لغايه ما ياخد النتيجه النهائيه في خلال 6 ل 8 شهور. حلو الكلام اللي احنا قلناه، بس برضه لسه في ناس هتقول طب ايه الفرق بين مثلا المركز الطبي او عيادات جولد لزراعه الشعر وبين ان انا اطلع اسافر بره ازرعه في تركيا ولا في هنا ولا في هنا ولا في هنا؟ ايه الفرق؟ ايه اللي بيميزكم؟ بصي يا منى، انت دايما تعرفي كفاءه زراعه الشعر لما تشوفي الدايركشن بتاع الشعر، الاتجاهات بتاعه الشعر. هي دي فعلا اللي بتفرق من مكان لمكان. اصل هو الموضوع مش ان انا باخد من ورا واحطه قدام وخلاص، لا، احنا بنعمل في تدريج معين للزراعه. يعني احنا بنبتدي من الخط الامامي بتاع الهير لاين ونبتدي نرجع لورا بكثافه معينه. نيجي في المنطقه اللي في نص الراس ديت، دي اللي بيبان فيها بقى فعلا ليه بتاخد وقت العمليه وليه بتاخد مجهود، عشان المنطقه ان انا بظبط الاتجاهات بتاعت الشعر بطريقه معينه، شعرايه عشان يديك النتيجه. ان لما حد يشوفك ما يقولش ان انت زرعه اصلا، طبيعي شعر طبيعي. هو فعلا طبيعي، ما هو من شعره، هو طبيعي، احنا مش واخدينه من حد تاني. ده شعر الشخص يعني، هو اذن الاتجاه كمان. يعني انتوا بتدققوا في التفاصيل لدرجه انه الاتجاه، يا جماعه اتجاه الشعر رايح فين؟ يعني هو كل واحد ليه اتجاه، يعني طبعاً. كل واحد في فروه راسه شعره ليه اتجاه مختلف عن التاني، فان احنا نراعي النقطه دي، ده مهم جدا. بدل ما الشعر يبقى ملخبط كده ومش متظبط وتيجوا تعدله بعد كده، لا، ده يتعمل صح من الاول المفروض. انا عايز اقول لك ان انا مره شفت حاله كان زرع شعر، هو كان زرع منطقتين الجانبيتين بس، ان الدايركشن بتاع الشعر بتاعهم كان عكس الاتجاه بتاع الشعر الطبيعي أصلاً. فكان شكله يعني ان هو يا ريته ما زرع افضل. يعني ده كان يبقى افضل ان هو ما يزرعش. التفاصيل مهمه، التفاصيل مهمه في اي عمليه تجميل، وبالتحديد بقى في زراعه الشعر. يعني حاجه بيرمننت، حاجه دايما معاكي. بالظبط بالظبط، فالتفاصيل مهمه جدا يا دكتور. طب هل في فرق بقى؟ اكيد يعني في فرق بين الناس اللي بتحط باروكه او يستسهلوا الحاجات دي وزراعه الشعر، دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. طبعا في فرق كبير جدا. زراعه الشعر هو شعر طبيعي بيطول ويتقص ويتصبغ ويتسشوره عادي جدا. الباروكه دي حاجه فيك لزق، حاجه ملزوقه، حاجه قافله المسام بتاعت فروه الراس، بيحصل التهابات، يحصل ريحه سيئه، شكلها اصلا بيبقى مش طبيعي اساسا. يعني انت لما تيجي تشوفي الشعر الطبيعي بتاعك والباروكه، لا، في فرق كبير ما بينهم. لا، بتبان برضه، بيبان اصلا بتبان. يعني انت لما بتشوفي واحد حاطط باروكه، لا، انا بعرف ان هو حاطط باروكه. اي حد هيعرف، مش انا لوحدي اللي اعرف، اي حد هيعرف. يعني مش محتاجه يعني نباهه، لا، مش محتاجه دكتور ولا محتاجه نباهه ولا محتاجه اي حاجه. طب السيدات كمان بتزرع شعر ولا الموضوع خاص؟ السيدات والرجال سواء في زراعه الشعر مفيش اي فرق ما بينهم. التكنيك بيفرق من السيده خالص للرجل؟ لا، هو تكنيك واحد. احنا شغالين بطريقه الفليكرال ريونت اكستراكشن، هي احدث طريقه دلوقتي موجوده في العالم. مفيش اي فرق ما بين ده وده، الاثنين بيتعملوا سواء. احنا حتى الستات ممكن بنعمل زراعه الحواجب كمان لو في ناس عندهم مشكله. ده هايل، ده كميه ناس عايزه تعمل زراعه حواجب. وبناخد الشعر اللي هو الخفيف جدا اللي هو البيبي هير ده، ونزرعه بندي شكل الحاجب الطبيعي خالص، لا تاتو بقى ولا تاتو ولا ما تاتو ولا الحاجات دي خالص. شعر بقى، حواجب عاديه خالص. طب انا عاوزه قبل ما نختم نشوف الصور تاني بتاعت زراعه الشعر الخاصه بعيادات جولد على الشاشه لو سمحتوا، ونشوف التطورات من شخص مع اهو قبل خالص وده بعد 5 شهور، وده بعد 5 شهور، والفراغات دي هتملى برضه لسه بصيلات. هي بس لسه البصيلات ما طلعتش شعر، فدي بعد 5 شهور من الزراعه. هتقولي بقى الصوره اللي فيها تلاتة ويندوز دي، اللي في النص دي عدد البصيلات اللي احنا زرعناها. كميه البصيلات اللي احنا زرعناها كلها اتغطت، كل منطقه الراس اتغطت بالظبط كده. وبعد 6 شهور او 7 شهور بتاخد النتيجه اللي هي دي اللي انتوا شايفينها، دي النتيجه النهائيه لزراعه الشعر. بالظبط كده. انا سعيده جدا انه في مكان تخصص في زراعه الشعر في مصر اللي هو عيادات جولد، مبسوطه جدا ونتائج هايله يا دكتور هشام، وان شاء الله يكون في حالات كمان. احنا يمكن سجلنا مع حلقه وهنتابع معاها، ويبقى في حالات تانية ونوري للساده المشاهدين. بس احنا بنقول انه مش كل الناس بترضى تتصور، مش كل الناس بترضى تطلع تحكي تجاربها، فاحنا حاولنا نجيب لكم تجربتين وان شاء الله هنشوف النتائج عشان نثبت
لأي حد ولكل الناس إن مصر، لا مصر حلوة جدا ومصر متقدمة جدا في تقنية زراعة الشعر وفي كل المجالات الطبية وخاصة في مجال زراعة الشعر. احنا ما نقلش عن أي حد بره، بالعكس احنا أحسن وأفضل بكتير. أنا بشكرك دكتور هشام على وجودك معايا. دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الوجه والأنف في المركز الطبي وعيادات جولد. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرة أخيرة بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. الأنثى هي الأنثى على مر العصور، والست دايما بتتميز ان هي بتهتم بنفسها وبتحب تدلع نفسها، تحب تشوف دايما ايه الجديد. حتى لما تلاقي مجموعه سيدات قاعده مع بعض، معظم كلامهم بيكون عن ايه؟ بيكون ده انا سمعت عن حاجه جديده حلوه قوي نفسي اجربها، ده شوفوا مش عارفه مين بقى لها كام يوم شكلها محلو كده، شكلها عملت حاجه، ده معرفش ايه طلع لي هنا ايه مضايقني جدا عاوزه اعمله، ده في منتج جديد معرفش ايه عاوزه استخدمه. فبتلاقي كل يعني او معظم حواراتنا عن شكلنا او عن جمالنا او عن اهتمامنا بنفسنا، وطبعا عن حياتنا الشخصيه او حياتنا الاجتماعيه. فدايما الستات بتسعى الى كل ما هو جديد وبتهتم بنفسها، ودي حاجه لطيفه جدا. ومؤخرا الرجال كمان بقت بتعمل كده وبقت بتهتم بنفسها، وده مش عيب ابدا ان الواحد يهتم بنفسه ويشوف ايه الجديد ويحاول ان هو يجربه طالما هو قادر ان هو يجرب. ايه المشكله؟ ودايما انا بقول الحاجه الحلوه بتنتشر لوحدها، ونتائجها بتبقى اهم دليل او اهم اشاره انه الحاجه دي كويسه. فإحنا النهاردة هنتكلم عن أقوى مستحضر تجميل يمكن في العالم كله، وعلاجي كمان مش تجميلي بس. هنتكلم عن ماسي دورو جولد اللي عمل ضجة كبيرة جدا في الفترة الأخيرة، وأصبح حديث السيدات وحديث الرجال
في المجتمعات العربية والخارجية كمان، مع ضيفتي العزيزة اللي بسعد بلقائها دكتورة هند نصير، مدير التطوير والأبحاث في شركات ماسي فارم. ازيك يا دكتورة هند؟ ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. حواراتنا ما بتخلاش من انه شوفي مش عارفة مين عملت صح ايه؟ صح. بصي دي محلوة قوي، دي شكلها عملت مش عارفة ايه، دي شكلها بتستخدم ايه؟ دي جابت ماسي من ورانا. دي جابت ماسي من ورانا. يا كتير. وما بتقولش. دي شكلها جابت ماسي من ورانا. جابت ماسي وما بتقولش. وما بتقولش. فعارفة اللي هو عادي، من حقنا ان احنا نتكلم في كده، ومن حق كل واحدة ان هي تبقى شايفة نفسها احلى واحدة في الدنيا، ويقولولك بقى ايه ده نفسي ابقى شبه مش عارفة مين. صح. نفسي ابقى لا خليكي شبه نفسك واعملي كل حاجة عشان ما يبقاش عندك مشاكل، صح ولا غلط؟ صح، وخصوصا احنا كلنا دلوقتي بنشتغل، يعني كل معظم الستات المصرية بيشتغلوا بيخرجوا للشغل دايما، بيتعرضوا للشغل، بيتعرضوا كل يوم بشكل يومي تقريبا. الشغل بتاعنا بننزل نتعرض للشمس، يعني اول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وننزل الشمس. الشمس الشمس دي يعني لوحدها كارثة طبعا على الخلايا بتاعت البشره، قصه تانية خالص. فانا لازم احمي نفسي من الشمس، فالكريم من ضمن برضو الحاجات الموجوده في ماسي دورو جولد اللي فيه حمايه من الشمس. تقدري تحطي الكريم وتنزلي بيه وتتعرضي للشمس عادي جدا. كمان الكافيار اللي موجود في ماسي دورو جولد ضد، خدي بالك انا ما باجي اشتري دايما اي حاجه سان بروتكشن ببص كده ورا اشوف ضد الترا فايلوت اي الترا فايلوت بي، والاثنين دول موجودين في ماسي. هو ماسي في حاجات كتير جدا الحقيقه، وهو يعني يمكن موضوع ان انت لما تستخدمي ماسي شكلك هيصغر 10 سنين ده عامل قلق. عامل قلق. احنا كمان احنا ما عندناش يعني ماسي جامع الحاجات اللي فيها تغذيه للبشره. احنا ما بناكلش كافيار طول الوقت، غير لو اتعزمنا بقى مش دايما يعني مش دايما. ولو كنا طيب. بيبقى يعني بتبقى حاجات كده زغنطوطه غير بالظبط. طب احنا كده، طب بنشرب ميه؟ احنا هقول لك على حاجه، انا بنسى اشرب ميه. مش لان انا بنسى اشرب ميه، ممكن يبقى عندي مشاوير. بنزل اتطرب انزل في الشمس اخد بقى الاجهاد، وابقى بشرتي مطربه، برجع طبعا تعبانه جدا. انت امسحي كده لما تيجي تمسحي وتخرجي وتجيبي قطنه وتعملي كلينسنج لبشرتك، كميه الاتربه اللي طالعه قد ايه، التلوث واحنا خارجين قد ايه، فكل ده بيأثر بيعمل اجهاد للبشره. التدخين طول الوقت، انت قاعده قرفانه زهقانه مستنيه حاجه نازله، قاعده بتدخني طول الوقت، كل الحاجات دي بتعمل اجهاد للبشره رهيب جدا، وبتسبب العجز المبكر. على فكره انت بتلاقي حد واحده تلاقي سنها صغير عندها 30 سنه وتشوفيها ممكن تديها 40 سنه. احنا بقى في ميسي بنخليها بال 40 سنه ترجع 30. العكس بقى. العكس بقى. ليه؟ لان انت كل حاجه انا عايزاكي تنوري. في ماسي دورو جولد احنا كنا مهتمين جدا ان احنا نطلع الكريم، انت مش محتاجه تعملي فيلر وبوتوكس دلوقتي. ده عامل لك بروتكشن ان انت جلدك ما يحصلوش ترهل. هو انتي ايج انتي رينكل، فانا مش عايزه جلدي يترهل والجا للفيلر والبوتوكس. انا خايفه، واحده ممكن دلوقتي خايفه ما بتحبش الابر وعندها شويه حاجات بسيطه شايفه ان هي مش محتاجه، ان شايفه انها مش محتاجه كبيره. طيب مع شويه تغذيه مع الكريم مع كده خلاص الموضوع بقى فيري سمبل وبسيط جدا. بتعوضي الاجهاد ده، بتشربي ميه، لو ما بتشربيش ميه تحطي الكريم طبعا، ويبقى روتين يعني الصبح مثلا وبالليل، فده روتين يومي. انت هتلاقي نفسك بعد كده انت بتحلوي، يعني بشرتك بتنور. احنا عاوزين نعرف ايه 6 اكشنز، او ايه هي العيوب او المشاكل اللي في بشرتنا اللي ممكن ماسي دورو جولد يعالجها. ماسي دورو جولد في الحقيقه انا شايفه ان ال 6 اكشنز دول خلى كمان خلوه في المرتبه الاولى. ليه بقى؟ لان ال 6 اكشن دول هم كل الحاجات اللي كل ست تتمنى انها ما تحصل لهاش. انتي ايجينج، فضد التقدم في العمر، ان هو بيشتغل كويس قوي على الكولاجين، بيشتغل على الالاستين الموجود في البشره. انتي رينكل، ضد التجاعيد، بيعمل وايتنينج عشان مثلا زي الذهب تفتيح للبشره، بيعمل تفتيح البشره، بيعمل نورشنج، بيغذي البشره. بيغذي بقى البشره، دي مهمه جدا هقف عندها، لان ناس كتيره قوي عندنا فتيج وتعب طول الوقت باستمرار منهكين، والبشره بيل. صحي المكياج كده مثلا، انا عن نفسي اوقات كتير كده ببقى مجهده 3 ايام ورا بعض ولا حاجه، وامسح كده المكياج قوي، يا انا بشرتي بيل قوي ما فيهاش نضاره. على فكره النضاره بتدي جمال طبعا، يعني في ناس ملامحهم صغيره قوي مسمسمه بس ما فيش نضاره. هم بقى محتاجين مع الملامح الصغننه دي ان هم يعملوا شويه نورشنج بماسي دورو جولد، مش اكتر. ولا تاخد عشان ما فيش نضاره بقى تروح تلجا لحاجه. ادام هي لسه في البدايه هي مش محتاجه حاجه.
بس طب انا عاوزه اعرف التجاعيد. التجاعيد من الحاجات اللي بتضايق جدا، ومش شرط تبقى تجاعيد يعني قويه، لا انت ممكن خط يطلع لك هنا يضايقك جدا. ممكن خط يطلع لك هنا عند العين كده يضايقك جدا. استني على الكريم شويه، يعني الخطوط دي بتضايق. اه استني على، انا دايما اقول لهم استني استخدمي الكريم واستني عليه شويه. قد ايه من اول؟ بصي هو في فرق طبعا، كل الناس عارفه ان في فرق بين ان انا اغذي واعمل نضاره، وفي فرق بين ما يكون في حاجه اوريدي حصل فيها مشكله. يعني طبعا التجاعيد ده السكين فولز دي جت نتيجه نقص الكولاجين والالاستين والميه تحت الجلد. انا هنا بعالج علشان اعمل علاج حاجه تانية خالص غير عشان اديكي نضاره. عشان علاج انا عايزه استمراريه، عايزه تيكس تايم. اي حاجه تيكس تايم، ده انت عشان تنفخي عضلات تعملي وتبني ماسلز وكده تيكس تايم. الناس بتتعب يا عيني في الجيم علشان يقدروا تشوفي البروز او تشوفي المصر كده ورسمتها. بس هو اهم حاجه ان هم الكورس في خلال الست شهور مده العلاج هم هيوصلوا للنتيجه اللي هم عاوزينها. هتوصلي طبعا النتيجه، لان انت من 3 ل 6 شهور دي كفايه ان احنا نجدد خلايا البشره ونعمل ريموديلنج. الى جانب كمان انت هتعززي الحاجات اللي موجوده، مش هتجددي بس. يعني هتعززي نسبه الكولاجين اللي موجوده، هتعززي نسبه الالاستين، هتحافظي على الميه، والميه بقى دي تحتيها مليون خط. احنا اوريدي الناس فاهمه ان فقد الميه، فقد الميه بيخلي بشرتك جافه. لما تبقى في جفاف في البشره هنلاقي الخطوط التعبيريه بنت اسرع. مفيش ميه مشققه، مفيش ميه، مفيش ترطيب، فده مهم جدا. الاحتفاظ بالميه مهم جدا لانه بيدي فوليوم تحت الجلد وبيدي نضاره. تلاقي وشك يقول لك دي وشها يعني نضر قوي. هي بتستخدم ايه؟ ممكن تكون بقى إيه يعني بتستخدم ناسي. احنا عاوزين نوصل للمرحله دي انه احنا نغسل وشنا ونبص في المرايه نبقى مبسوطين. ما نبقاش محتاجين ان احنا كل شويه نحط نداري بمكياج عشان خاطر احنا عندنا مشاكل ولا عندنا علات سودا ولا عندنا شويه تجاعيد مضايقانا نروح نقعد نحط ميك اب. لا احنا فعلا نعمل كده، مش عاوزين. احنا فعلا دايما نداري نستسهل وبعدين اي حاجه نروح حاطين ميك اب على طول عشان على طول ننزل نجري نروح مشوارنا. لكن طبعا انا عايزه ان انت بعد فتره تبقي مستغنيه عن الميك اب. انا بعد فتره انا مش محتاجه بقى اقول لنفسي كده انا مش محتاجه ان انا احط ميك اب بقى زي الاول. كنت الاول احط الطبقه عشان خاطر اعمل اداري. انا مش عايزه بقى اداري، انا عايزه اعالج. العلاج افضل. احنا عاوزين نعالج فعلا، خاصه هقول لك في بنات كتير في سن اللي هم الخطوبه بيقول لك انا هتجوز ومش وعندي كارثه بواجه كارثه في الحياه. أيوة. مش عارفه هعمل ايه واغسل وشي ازاي وانا خطيبي عمره ما شافني من غير ميك اب. دي مشكله، دي مشكله، دي مشكله بقى لازم نلحقها دي. لازم لا بجد والله لازم بجد تتلحق لانها دي هتقوم بقى، دي هتعمل ايه؟ لازم دي تاخد كورس كامل علشان خاطر ده يبقى لايف ستايل. يعني لازم نتعود ان احنا ما الحاجه ما نستخدمهاش قصاد دي كتير. ان انا بلاقي نفسي الحاجه بستخدمها مره وبنسى تاني يوم. على فكره دي حاجه مهمه. هو كورس 6 شهور يوميا. في ناس على فكره تقول لك يا يونا انا استخدمت يا دكتور طب انا ما حسيتش. لا ما حسيتش بقى دي، طب انت استخدمتيه امبارح؟ لا والله اصل بقى لي يومين ما استخدمتش الكريم. عارفه زي بتاخدي دواء تاخدي منه حبه وما تكمليش الكورس. وده اكبر غلط. ان لو في مشكله لازم اعالجها. بالظبط. فتيجي تقول لها كده تقول لك انا والله اصلا نسيت. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه ده يبقى حاجه يوميه انا بهتم بيها. علاج للبشره، علاج وتجميل الاثنين. وبعدين هو كبير مش صغير، يعني 120 مللي دي يعني طبعا هو يقعد معاكي يقعد معاكي فتره طويله قبل ما تخلصي ال 120 مللي. انا بستخدم عن نفسي 4 ضغطات. يعني بحط. طب تقول لنا طريقه الاستخدام كمان. طريقه الاستخدام بقى ان انت طبعا بتستخدميه عكس اتجاه الجاذبيه، بتبداي من الرقبه انت تطلعي على فوق هنا على تشين كده، بعدين تطلعي هنا كده. اكيد انتم مش عارفه منزلين جايبينها على الشاشه. فهي الطريقه سهله جدا مع شويه مساج بسيط للبشره علشان ازود الامتصاص وعشان اجري الدوره الدمويه شويه فاحس بالكريم. والكريم بتاع تماسي دورا جولد بتحسي بالكريم ده قوي، لان الكريم ده لما تيجي تستخدميه على بشرتك بتحسي بسنه لسعان شويه حراره. الحراره دي تضمن لي انا بحس ان انا عن نفسي يعني احساس الحراره ده انا نفسي بحبه في الكريم، لانه انا بيضمن لي ان انا حاسه في تاثير حصل. بالظبط، في تاثير الدوره حصل. الدمويه بدات تشتغل تنشط. يمكن الناس اللي مش عارفه تقول لك بس انا حسيت في السخونيه. السخونيه دي الحراره دي
دي فيها تأثير، عملت تأثير، عملت ايه؟ عملت ان الدورة الدموية في المكان ده اشتغلت كويس، فكل المحتوى بتاع الكريم امتص جوه البشرة. طب لما بيمتص جوه البشرة والدورة الدموية شغالة، انت بتعلي نسبة البلاد فلو. بالظبط، مستوى الدم بيعلى، الدم محمل بأكسجين، محمل بمية، فالمنطقه دي بيحصل فيها شويه بلومبنج، تحس ان في سنه فوليوم حجم. اه يعني في ناس تقولك انت عملتي فيلر، هي ما بتبقاش عملت فيلر ولا حاجه، بس هي وشها نور. وشها نور، هي الفكره في كده، هي انت وشك نور. وكمان السيراميد، احنا بشرتنا بيحصل لها ايجنج، وايجنج زي ما الكولاجين بيقل كمان الميه بتقل، نسبه الميه بتقل مع السن. يعني كل شويه تلاقي البشره محتاجه ميه اكتر من الاول. كل سنه نسبه الميه دي بتقل. طيب السيراميد بيحافظ على محتوى الخلايا في من المية، وبالتالي لما يحافظ على المية يبقى انا ضمنت ان الخلايا الموجودة عندي في الجلد رطبة. لما تكون رطبة وفيها ترطيب عالي ادت فوليوم. وبعدين طول ما البشره مترطبه ومش جافه مش هتجيلها تجاعيد بسهوله كده خالص. بالظبط كده. عاوزه اقول لكم ان اكتر بشره معرضه لظهور التجاعيد هي البشره الجافه. جافه ليه؟ لانه مفيش كولاجين، بتنشف، بتشقق بسرعه. فاحنا لازم نلحقها بالحاجات اللي تغذيها وتعوض نقص الكولاجين اللي حصل ليها. وحتى لو الناس عندهم عندهم فولد وعندهم علامات التقدم بتاعه العمر واضحه، طيب ممكن بقى يعملوا ايه؟ ممكن لو هم حابين ان هم يعملوا يشتغلوا فيلر حاجتين مثلاً؟ فيلر مع بعض، فيلر وبعدين تحافظي او تعززي من النتيجه بتاعه الفيلر عن طريق ماسي دورو جولد. يعني اطول مدته تقصدي؟ طولي مدته، لان انت بتحافظي على الميه. طبعا ماده الفيلر هي الماده اللي موجوده في ماسي. هو موجود فيه اصلا كمان ماسي، فيه مواد مالئه، في في فيلر اللي هي الهيرونيك اسيد، وفيها كمان صوديوم هيالوريت، وده كمان جزيئاته اقل بكتير، فبيقدر ان هو يخترق البشره مباشره. ولما بيخترق البشره يومنا بيعمل يتحد مع المايه، يعمل بايندنج مع الووتر، وبعدين يعمل الشده. فده مهم جدا جدا ان انا لازم اقوله. فلو انت حابه تعملي فيلر اعملي برده، مفيش مشكله. لو انت حابه تعملي بوتوكس وتكملي النتيجه بي، ولو ان في ماده موجوده في ماسي دورو جولد اكت لايك بوتوكس، هي تدي نفس الافكت اللي بيديه البوتوكس، ولكن هي مش بوتوكس. تمام. ما هو ده على عايزين. العضله هو ده اللي هو ده احنا عايزينه. انا يعني مش عايزه شكشكه وكده، انا عايزه حاجه سريعه وتخلصني. بالظبط يوميا كده. يعني صحيح، احنا عايزين نروح لتقرير، هنروح لتقرير ونرجع مره ثانيه. طيب ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا.
ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم غولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. شفنا في التقرير أكتر من فرع لشركة ماسي فارم، تقول لنا الفروع فين بالظبط يا دكتورة هاني؟ طبعا في عندنا أكتر من فرع، في عندنا ماسي فارم إيجيبت موجود هنا في القاهرة، وماسي فارم إيطالي لأن كريم ميد إن إيطالي، في إيطالي صنع، فعندنا ماسي فارم إيطالي موجود في إيطاليا، وفي عندنا ماسي فارم غولف موجود في جبل علي دي في الإمارات. في الإمارات وإن شاء الله قريبا هيبقى عندنا فرع في أمريكا في فلادلفيا. طيب التراخيص مهمة جدا لأي منتج طبعا، وما شاء الله ماسي يعني واخد الضمانات كلها التراخيص. يعني بتظبطين قولنا بقى متراخيص. احنا التراخيص بتاعتنا طبعا من وزارة الصحة المصرية، وفي عندنا الاتحاد الأوروبي وحكومات دبي، فطلعت أكتر من جهة فعلا، ده مهم جدا طبعا، ومهم انه الواحد لما يشتري حاجه يبقى عارف مصدرها ايه. طبعا انت اول حاجه بصي عليه بتشوفي هو ميد ان ايه، ومكتوب على العلبه كمان صح، مكتوب واخد ترخيص ولا لا، علشان تبقي مطمنه وانت بتشتري الحاجه. ماسي اللي تعرف بيه او اللي الناس ممكن ما تعرفش تقول ماسي درو جولد، تقول كريم الذهب. الكريم بتاع الذهب، كريم الذهب، احنا مع كل ضغطه هينزل لنا الذهب وهينزل لك كافيار وهينزل لنا كل ال 56 مكون. التقنيه اللي معمول بيها ماسي من ضمن التقنيات المستخدمه حديثا، فدي من احدث التقنيات اللي موجوده في صناعه الكريم والتركيب، ان هو ازاي نوصله للبشره بصوره سلسه وبسيط جدا، والابزوربشن او الامتصاص بتاعه بيزيد. فماسي دورو جولد معمول بتقنيه النانو تكنولوجي، النانو تكنولوجي او نانو بارتكلز، دي بارتكلز صغيره قوي قوي قوي، فبتضمن ان يحصل ابزوربشن او امتصاص للكريم في الوجه بسرعه سريعه، ما تيجي تحطيها يمنى ما تاخديش وقت ولا تفضلي تعملي بقى كده وتمسحي في وشك علشان وما بيسيبش طبقه دهنيه خالص ما يسيبش طبقه دهنيه، اول ما تستخدميه يبقى على طول البشره بتاعتك تمتصه، وده مهم جدا، اصلا انت لو سبتي بشره دهنيه، انا بصراحه ما بحبش الموضوع ده، يعني ده بيضايقني طبعا، انا ببقى عايزه اخرج يبقى انا احمي نفسي من ان انا اتعرض للاتربه، فده بيخلي الامتصاص بتاعه الكريم امتصاصه في البشره عالي جدا. كمان الذهب بقى، ده الذهب ده ملكي طبعا، ذهب ده ملكي. كليوباترا، انا بعمل زي كليوباترا، انا احب ان انا اكون، انا مش ملكه بس رمز الجمال، رمز الجمال، احب ان انا بقى ايه اقلد كليوباترا. يعني طبعا عايز اقول لك على حاجه، في ناس بتستخدمه مساء وبتفكر ان هي لما تصحى الصبح ما تغسلوش، او في ناس بتستخدمه وتقول لك طب انا هو يعني بيتغسل يعني لا احنا انا بسيبه بالليل، بستخدمه مساء واسيبه لحد وتاني يوم وانا نازله رايحه الشغل عادي بستخدمه، احطه على بشرتي وبعدين انزل اروح شغلي. ممكن بقى احط، ما يمنعش ان احط شويه روج، شويه بلاشر، يعني شويه حاجات فوق، يعتبرش فوق الكريم ميك اب يعني بالنسبه للي بيتعمل. لا مش ميك اب، ميك اب بقى ده تاني، ده بياخد لكن هو بعد فتره، هو بعد فتره بيغنيكي، لو احنا بنتكلم على الحاجات المشاكل الكبيره. ولكن انت من اول استخدام ليه انت هتحسي ان في تغيرات حصلت، يعني هتلاقي النورشنج ده، التغذيه، هتلاقي الترطيب، هتلاقي الاضاءه. الذهب بيدي اضاءه للبشره جامده جدا، ايونات الذهب معروف ان ايونات الذهب بتشتغل على صبغه الميلانين، فالناس اللي عندها تصبغات، والناس اللي عندها اعلانات تحت العين، والناس اللي عندها بقع نتيجه التعرض لاشعه الشمس، كل الحاجات دي الذهب، ايونات الذهب تشتغل عليها حلوه قوي، فتنور الوش. الوش بتاعك تلاقيه منور، جلوينج، يديكي نضاره. طيب ايه كمان؟ انا يهمني كمان الناس اللي عندها عايزه تفتح، انت عارفه معظم الناس بتغمق من اسباب كتير على فكره، يعني ممكن ده يشتغل بقى، لان الذهب الذهب الطبيعه بتاعته، الايونز بتاعه الذهب 23 ايراد، الايونز بتاعته يشتغل على صبغه الميلانين دي المسؤوله عن التصبغات، فيفتح لون البشره. تلاقي البشره منوره مشعه، يقول لك انت مشرقه، يعني انت محلوه، انت محلوه. يا سلام لما الواحد بيسمع الكلمه لا دي طبعا، يا سلام لما اي واحده تسمع الكلمه دي، يا ريت بقى نسمع انت محلوه دي على طول كلنا، يعني خلاص احنا كده دي كفايه، تحسي انت هتحسي نفسك بالنتيجه، الله لا ده عامل معايا نتيجه بقى، انا مش
انا مش هقدر ان انا يعني اوقف. انا عن نفسي وكده بحس النتيجه دي لانها الاشراقه دي بتبان من استخداماتك الاولى. بالظبط. وبعدين هو النتيجه بتبان كمان من انطباع الناس طبعا. يعني لما حد مثلا يبقى ما شافكيش بقاله فتره يقولك ايه ده انت عامله ايه بقى، انت مالك محلوه كده ليه، سلام خلاص انت هتعرفي كده انه تمام. ان انا الكريم انا كده ماشيه صح، انا ماشيه على الكريم ده ماشيه صح. كمان الذهب الى جانب ان هو بيشتغل على صبغه الميلانين، كمان الذهب بيخليكي تحتفظي بنسبه الكولاجين والميه والالاستين تحت الجلد. ودي حاجه مهمه جدا. ليه؟ لان حتى الفئه العمريه الصغيره انا مش عايزاها لو استخدمت الكريم هتطول مدة انها تلجأ للفيلر وبوتوكس بعدين، وممكن ما تلجأش. يعني في ناس عمرها بشوفي هتطولي المدة. يعني بتأخر ظهور المشاكل اللي هي بقى تجاعيد او الارهاق. هيبقى انت محتفظة بالكولاجين في البشرة. هيبقى احنا محتفظين بالإلاستين تحت الجلد، المرونة، والمرونة دي بقى دي مهمة جدا. دي اي واحدة بتبقى يا عيني خط مضايقها ومش عارفة ترجعه تاني تقعد تعيط عن موضوع المرونة. أيوة. المرونة دي راحت المرونة. راحت المرونة. والله انت عارفة الستات دايما والبنات موضوع ان هم يظهر لهم حتى لو خط رفيع قد كده ممكن يقرقه يقرق فظيع. تبقى واقفه كده ايه حصل ازاي وامتى؟ انا حاجه بتطلع فجاه اصلا. دي بتبقى والله. بقى نتيجه الاسترس طبعا، الحاله النفسيه، خسيتي زياده مثلا، ولاده، مش عارفه ايه، الحاجات دي كلها بتبقى عاوزه اول باول نلحقها على طول. نلحقها. وانت عارفه كمان الرجاله بقت كده دلوقتي. لا طبعا الرجاله بقى يا زي ما الستات ما يحبوش يقولوا سنهم، كمان الراجل ما يحبش على فكره. وبعدين ليه ما يحبش يقول سنه؟ ما بيحبش الراجل يقول سنه. هقول لك يعني ايه، يعني عباس المخرج ما يوقفش حاله يعني. لا عادي يا جماعه، ما يحبش يقول سنه. لان لا هقول لك بقى، ممكن يكونوا بيستخدموا ماسي ومش عايزين يقولوا. هي دي الفكره. 10 سنين بقى دي الفكره. يعني 10 سنين، ما هو الشعار بتاعنا 10 سنين. 10 سنين علشان العناصر طبعا اللي موجوده. طب البني اصغر، طب يقول لك الراجل طب وانا ليه ما اصغرش 10 سنين؟ يعني انا هي تصغر وانا لا. هو كمان بيبقى عايز شكله يبان اصغر طبعا. هو حق مشروع، هو حاجه عاديه جدا. يعني كل واحد عايز يشوف اي حد اي حد. انا نفسي زمان لما كنت اجي اشتري كريمز عشان ادور على حاجه مفيده لبشرتي، فكنت ادور على الكريم اللي بيكون فيه نسبه انتي اوكسيدنت وانتي اوكسيدنت عاليه. في ماسي دورو جولد في انتي اوكسيدنت، الكافيار في كميه مضادات اكسده رهيبه. مضادات الاكسده دي كفيله انها تعمل لك لا قدر الله حاجات وحشه كتير. دكتوره هند، سريعا عشان حلقتنا خلصت، عاوزه اعرف التواصل معاكم للحصول على ماسي بيكون ازاي؟ التواصل بقى معانا بطريقه مباشره، يعني كلمونا. احنا في عندنا ارقام طبعا بتظهر عندكم على الشاشه، الارقام دي كول سنتر شغال 24 ساعه، والتوصيل بتاع الكريم او المنتج طبعا بتاعنا بيبقى لحد البيت. طيب، وكمان في ليكوا صفحات اعتقد يا ريت نشوفها على الشاشه دلوقتي لو هي موجوده. معانا في كذا صفحه على الفيسبوك، في كذا صفحه مترقمين صح كده. دي بعض صفحات ماسي. انا بشكرك يا دكتوره هند على وجودك معايا النهارده، ضيفتي العزيزه الدكتوره هند نصير. احنا بنقابلكم يوميا 3 عصرا، والاعاده بتكون 8 صباحا و12 مساء، والحلقات كلها على اليوتيوب. اي حد عنده سؤال او استفسار صفحتي هتظهر لحضراتكم على الشاشه دلوقتي، تقدروا تتواصلوا معايا من خلالها وتبعتوا لي كل اسئلتكم. اشوفكم بكره ان شاء الله وانتم في احسن صحه وفي احسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin.
The Massey Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Massey Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Massey Doro Gold مرخص من حكومة دبي الإمارات. Massey Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Massey Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing, nourishing, and facelifting. Massey Doro Gold من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Massey Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.